إذن مشاهدي محمد يابريس، السلام عليكم. فهذا البث المباشر اللي كننقله لكم مباشرة من معمل الجلد بمدينة المحمدية والمعروف بوزين الجلد. كما كتشوفوا وقفة احتجاجية اللي منظمينها العمال من ديال هذا المعمل القديم بمدينة المحمدية. إذن نسمعوا الشعارات أولا. اعطيني الميكرو الاخر. السي شانيع واحد دقيقه. اذا معنا احد النقابيين، السلام عليكم. السميه ديالك والصفه ديالك؟ حنا في بث مباشر على محمد يابريس. محمد شانون عن الاتحاد المغربي للشغل، اتحاد المحلي للنقابات المحمديه. اذا كيفاش هي المؤازره ديالكم لهذا العمال هذا ديال وزين الجلد؟ يا اخي هاد العمال اليوم كيديروا الوقفه الثانيه. نعم. اللي صور من اجل الحقوق ديالهم والمكتسبات ديالهم. نعم. كما تعلمون ان في هاد الجائحه ديال كورونا، نعم، عمدات الاداره لتقليص ساعات العمل، عمدات الاداره يعني التراجع عن واحد العدد ديال المكتسبات ديال العمال. الإدارة منذ شهور وهي كتقتطع الحق ولا كتقتطع الصندوق الوطني للدعم الاجتماعي، وما كتلتحقش هذاك الاقتطاع بالصندوق الوطني للدعم الاجتماعي. العمال غير مؤمنين، غير مؤمنين عن حوادث الشغل. العمال ما عندهمش التغطية الصحية، يعني واحد العدد ديال 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 الاشياء اللي اصبحت خطيره وخطيره جدا في هذه الجائحه ديال كورونا. فلهذا جلسنا عده مرات مندوبيه التشغيل، درنا واحد العدد ديال المحاضر، ولكن الاداره لا تلتزم بما دون في هذه الاتفاقيات وفي هذه المحاضر. نعم. فلهذا فالعمال يعني وصل كما كيقولوا وصل السيل الزغا. نعم. فهذه وقفه احتجاجيه يعني حدا العيالات انذاريه باش نقولوا اللي كيهمهم الامر، يعني راه هاد العمال راه عياو، هاد العمال راه ما بقاو ملقاو، ما بقاو لقاو ما ياكلوا. العمال يعني اشنو غادي يديروا اكثر من هاد الشيء اللي كيديروه. ففي الوقت اللي المؤسسه كانت في حاجه ليهم ضحاو مع هاد المؤسسه لسنوات، باش لسنوات باش تستمر باش تزيد. فيما كانوا كيقولوا عندنا مشكل كان العمال كيضحيوا، فاليوم يعني هذه ماشي تضحيه قد ما هي سرقه ديال المال ديال العمال. نعم. المال ديال العمال اللي ولا كيمشي اليوم. فأتمنى من الجهات المسؤوله انها تسمع هذا النداء ديال العمال. نعم. واتمنى من الاداره انها تنفذ ما جاء في المحاضر والاتفاقيات اللي كانت في مندوبيه مديرية التشغيل. نعم. وحنا في الاتحاد المحلي كنعبروا على التضامن ديالنا والمؤازرة ديالنا الإخوان ديالنا في معمل الجلد. نعم. وحنا على استعداد أننا نقوموا بجميع الأشكال النضالية. نعم. حتى هاد الإخوان يوصلوا للمطالب ديالهم. نعم. العادلة والمشروعة. وشكرا لكم. شكرا على هذه الكلمات. شكرا شكرا. إذن بقوا معنا في هذا البث المباشر. كل يوم
كنشكركم على هذا واجب التواجد ديالنا ديالكم مع العمال. كنوجه واحد التحيه عاليه للعمال. نعم. وكنشد فيديوهم كجمعيه المغربيه لحقوق الانسان كنعلنوا على التضامن اللامشروط مع العمال في المطالبه بحقوق اليوم المشروعه. نعم. الا وهي ما ينص عليها القانون المغربي وكذلك في عبر مدونة الشغل وكذلك التزامات المغرب فيما يخص الشرعة الدولية. ولهذا احنا كنندوا بهذا التجاوز اللي كيتجاوزوا رب العمل. نعم. بالنسبة للعمال حيث انهم ما كيستافدوش من التغطية الصحية مع العلم انهم كيقتطعوها. وحنا عندنا امثله من لي بولتان دو بي او الاشعارات ديال تاديات ديال الاداء الاجره. هاد الاشعارات كتضمن الاقتطاعات وكتشهد على الاقتطاعات، ومع ذلك هما من 2017 ما كيتمتعوش بالتغطيه الصحيه. زيد على ذلك ان هذا رب المعمل اللي كيتغطى بالوباء ديال كورونا وكيجهز على الحق ديال العمال في الضمان الاجتماعي، بحيث انه مازال ما اداش الواجبات ديالو اللي كتمكنهم من انهم يعيشوا واحد العيش كريم، بحيث ان ملي كيجلسوا ما كيخدموش كيتخلصوا بالنص كنظن ياك كيتخلصوا. نعم صحيح. بالنص على حسب تصريحات بعض العمال. وهذا حتى ذاك الاجره كلها ما كافياش العائله في هذا الوقت. نعم هذا صحيح. فما بالك بان بنص الاجره. انا كنتضامن مع العمال كشخص، ثم اتضامن معهم كعامله، واتضامن معهم كحقوقيه. نعم. ومن عبر الجمعيه المغربيه حقوق الانسان نعلن تضامننا اللامشروط مع عمال جميع العمال. نعم. وخاصه العمال اللي معتصمين اليوم امام معمل الجلد، يعني عمال معمل الجلد. وتحيه لك. شكرا بارك الله فيك. شكرا شكرا. شي واحد من العمال؟ شي واحد من العمال؟ اذا بقاو معنا في البث المباشر اللي كنقلوا لكم مباشره على ام بي لايف صفحه المتخصصه في البث المباشر. اذا وقفه احتجاجيه لعمال، وقفه احتجاجيه لعمال من شركه وزين الجلد المعروفه بمدينه المحمديه. اذا كما كتشوفوا وقفه حاشده ديال العمال. معنا واحد من العمال. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السميه ديالك؟ بولهنا المعطي. اذا هذه الوقفه الثانيه ديالكم. هذه الوقفه الثانيه. اشرح لنا من خلال الوقفه الاولى واش علاش ما تمتش الاستجابه من طرف الاداره؟ ما دار حتى شي حاجه. علاش؟ انا وعود كاذبه، وعندنا المحاضر ديال المندوب هي كاينه عندنا. أيه. ما كاين حتى شي وعود كاذبه. درتوا شي اجتماع مع الاداره؟ درنا اجتماع يامس. ايه. يامس. أيه. مع السيد القائد. أيه. وطرحنا المشاكل كامله اللي كاينه. أيه. والسيد القائد دار المحضر. أيه. ودا السيد بان يتبلغ به السيد العامل. وحنا كنتسناو الرد، وباقي الرد ما كاين والو. وقال بالتصريح هو انا ما نقدش ندير حتى حاله. يعني ما نفك والو. يعني هذا الشيء ما نكذب عليكم ونقول لكم شي حاجه ما نديرهاش. انا كل اللي كنطلب هو تزيدوا معايا شهر 12. أيه. حنا شهر 12 ما كنتخلصوش الشهره في الوقت. ما كنتخلصوش فيهم. واللي كيهمنا بزاف وهو هاد كورونا، لان احنا جلسنا على حساب كورونا. ايه. وكورونا دات لينا كاع المكتسبات. لان احنا جلسنا على حساب كورونا، وكورونا يعني ملي جات هذه الاداره احنا كنبركوا. أيه. ملي طلبنا لي في جي دي بي عطاه لينا خاوي. ها هو جي دي بي كتسمعوه، ها هو بانه هو جانا في جي دي بي خاوي من المكتسبات ديالنا. فيها الكرا، فيها ترونسبور، فيها لوس، كلشي كلشي. نعم. نعم. وكاع المكتسبات ديالنا هي كتحيد. واخا شنو اللي خلى هاد المشاكل تبان دابا؟ يعني ما كانتش من قبل سنوات، هذه ما كانتش. يعني علاش؟ يعني كاينه وعود كاذبه. نعم. كاين الصبر ديال العمال بانه هو كل شهر كل شهرين كل شهر غادي نحل المشكل. نعم. ما كيتحل حتى شي مشكل. آه. والصبر ديال هاد الناس. آه. هاد الناس هما اللي صبروا حتى لهاد الوقت. آه. ولكن حنا دابا صبحنا جالسين. آه. ملي صبحنا جالسين يعني ما درينا بزاف
ودار لنا اليوم باش نديروا واحد الوقفه احتجاجيه. اذا في حالة لما تمتش الاستجابه للمطالب ديالكم شنو اللي غادي ديروا مستقبلا؟ كاين القانون في هذه البلاد اللي هو غادي يحكم علينا ويحليه. وإلا حكم علينا القانون ما عندناش الحق راحنا غادي نعترفوا بان هذه الدوله ما كتعطيناش الحق. كيفاش كتشوف المؤازره ديال الجمعيه ديال حقوق الانسان وايضا الاتحاد المغربي للشغل وهيئات اخرى ربما؟ هاد الناس كلهم كيستنكروا هاد الوضعيه اللي حنا عايشين فيها. نعم. لان الدوله عطاتنا 3 شهور ودرنا الحجر الصحي ومشينا بسبب الحجر الصحي. نعم. وبركنا وملي سال الحجر الصحي جينا قال لك تعطوني 20 واحد اللي هي اللي غادي تبقى تخدم في الوزين. نعم. والناس الاخرين نمشي معاهم ب 2000 درهم. نعم. ولكن ولات الامراض كثيره بزاف. نعم. يعني ما كاينش التامين. نعم. يعني ضرينا بزاف جينا. نعم. اليوم باش يحل لنا المشاكل. نعم. ولا يشوف حنا راه مشينا خبرنا واخا سي شنيع واش انتم في الاتحاد المغربي للشغل واش ما كتفكروش دير واحد الجلسه مع رب العمل بحضور كيفاش كانت يعني المفاوضات معاه كيفاش كانت حنا جلسنا المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه ولكن الاشكال وهو في الوعود كاذبه وعود اللي ما كتنفذش واش كدار شي محاضر محاضر وكاين عده محاضر في مديريه التشغيل بحضور مدير ديال التشغيل وبحضور المسؤول على المعمل. نعم. ولكن الوعود كتبقى دائما وعود واخا انا غندير ولكن هاد الناس هاد العمال. نعم. واش غياكلوا الوعود؟ واش غيديو لوليداتهم الوعود؟ نعم. الناس راه كاين الجوع، راه الناس راه كتموت بالجوع، كاين المرض. واش الوعود هي اللي غيخلص بها الكرا ويخلص بها الماء ويخلص بها الضوء؟ إذن واش الوعود هي اللي غيخلص بها اللي عنده شي تريتا؟ واش الوعود هي اللي غيداوى بها الواحد ويمشي بها للسبيطار؟ إذا بحال هذه الحالات كيفاش غادي تعالج؟ بحال هذه الحالات كيفاش كتعالج المشكلة؟ احنا غنأكدوا بأننا غادي نستمروا في النضال ديالنا. نعم. وغادي نمشيو إلى حد على يعني أحد أقصى الحدود. نعم. في النضال ديالنا باش هاد الإخوان يتلبى لهم المطالب ديالهم وترجع لهم الأمور ديالهم طبيعية وكما قال الاخ المعطي فكاين القانون. نعم. شحال العدد ديالهم تقريبا؟ 85 عامل. 85 85 86 اسره كتعاني بهذا الشيء نفس الطريقه. نعم. اذا واحد الكلمه مباشره للمسؤول على هذه الشركه شنو غادي تقول ليه؟ حنا في بث مباشر. المسؤول ديال الشركه كنتظروا وديا و كنتظروا منه المسؤول ديال هذه الشركه يجي يحل هذه المشاكل. نعم. قبل لا تزاد مشاكل اخرى كبيره. يعني حنا راه في النضال ديالنا وكنطالبوا غير حقنا. نعم. وراه الحاجه اللي كنطالبوا بها وراه هي لا مثال ديالنا. نعم. والمكتسبات ديالنا ما تمشيش لين ويديروا لنا سبه كورونا. نعم. وبان هو خدام وعنده الخدمه. نعم. عنده الخدمه كاينه الخدمه كاينه الخدمه ولكن كاليه كيخرج الانتاج كل شيء كتخرج الانتاج ب 20 كورونا كلها خدمت حنا مثلا كنا باركين. وكورونا الناس خدامين 25 واحد كانت خدامه. نعم. وحنا جالسين. ودخلت الناس اللي هما يعني الموقتين. نعم. حنا الموقتين راه خوتنا. نعم. ما نتلقاو لتا شي واحد. نعم. حنا معاهم. وحقهم وكندافعوا عليهم. ولكن هاد الناس خاصو يدير حل لهاد الناس اللي برا. شكرا. هذا هو اللي كاين وكنتمناو بانه هذا الميساج يوصل لجميع المسؤولين. نعم. سيرتو السيد. نعم. العامل كلف. نعم. السيد القائد والباشا باش يتبعوا معنا هاد المشكل يحلوه. نعم. ورا الناس باقي هاد الواقي راه كلشي ما مخلصش شكون جي ديالهم. شكرا. شكرا على شكرا 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 محمد يفرق. اذا بقاو معنا في البث المباشر نشوف الصوت لا مزيان كلشي مزيان كلشي مزيان بخير كده صافي حيد لي دابا انا هذا صافي هو السلام عليكم سي سير غادي دير هو اللي كنبغي نحكيكم في هذا اليوم يعني حنا في الاتحاد المحلي فحنا كنأزركم ومعاكم في النضال من اجل تحقيق المطالب ديالكم والحفاظ على المكتسبات ديالكم اللي كنلاحظوا بان هذه الاداره بدات كتجهز على هذه المكتسبات. الله يجازيكم بخير. فكونوا متاكدين بان جميع العمال والعاملات المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في المحمديه كياكدوا لكم على المؤازره
وعلى انهم في جانبكم في هذه المحنه ديالكم. وكنبغي نوجه رساله للمسؤول عن المعمل، نقول له اتق الله في العمال. فهاد العمال ملي كنتي محتاج ليهم راه كانوا في جنبك وهما اللي كانوا رافعين هاد وخلاو هاد المؤسسه واقفه. وحنا كنعرفوا التاريخ ديال معمل الجلد في المحمديه، وكنعرفوا الازمات اللي مر منها، وكنعرفوا التضحيات اللي ضحاو العمال يعني من جيوبهم باش تبقى هاد المؤسسه واقفه. فهو اليوم ننسى او تناسى كل هادشي، وبقى كيعطينا غير الوعود الكاذبه. فالشهر الجاي غيتحل المشكل، الشهر الاخر غيتحل المشكل، وهو خدام خدام بطرق او باخرى. فلا يعقل ان المؤسسه تقطع الواجب ديال الضمان الاجتماعي وتديرو في جيبها، فهذه تسمى سرقه. فوصلت بالمؤسسه انها كتسرق من جيوب العمال. فملي تقتطع العامل، ملي تقتطع عليه الواجب ديال الضمان الاجتماعي، خاصو يوصل للضمان الاجتماعي. ما تشدوش المؤسسه، ما تشدوش الشركه وتخليه في جيبها. فلا يعقل ان العمال خدامين بدون تامين، فهذا من اخطر ما يكون. فلا يعقل ان العمال كتمشي لهم جميع المكتسبات ديالهم، ما كيبقاوش يتوصلوا بها بذريعه الازمه. وحنا ما عرفناش هذه الازمه كيفاش الازمه. هو هذا العدد ديال العمال اللي خدام بهم الان انهم كيديروا انتاج، وهذا الانتاج كنشوفوه يوميا كيخرج. ف اللي نبغي ناكد لكم وهو ان بالوحده ديالكم، التضامن ديالكم، عضو الكتابة المحلية ديال النهج الديمقراطي بالمحمدية. كيفاش هي المؤازرة ديالكم العمال ديال لوزي الجلد؟ من العادة ديالنا كنعرفوا أنه مظلومين، مشاكل كنوقفوا مع المظلومين. فحنايا سبق لينا وقفنا في عدة مرات مع عمال ديال شركة سامير اللي كنتمناو يتحل المشكل ديالها، مع عمال النظافة في الوقفات ديالهم، مع عمال بيم تركيا، مع جميع العمال. وبالتالي هاد الإخوان هادو عيطوا علينا وجينا نأزرهم ونعبروا لهم على التضامن ديالنا، خصوصا انه حنا عندنا رفاق ديالنا في الامانه العامه ديال الاتحاد المغربي للشغل، والقطاع الفلاحي كذلك فيه رفاق ديالنا في جميع، كما موجودين في النقابات الاخرى المناضله. بالتالي حنا جينا لهنايا نعبروا على التضامن ديالنا معهم. لا يعقل، انا استاذ اللي كنقري الكونتابيليتي، كنقري هاد الشيء ديال المحاسبه. ما يمكنش الباترون يعطي ان بولتان دو بي فيه لامور، فيه جميع المساهمات وما يمشيش يدفعهم. هالعمال دابا ما كيتحسب لهمش داك الشيء في لا روتريت ديالهم، غادي يوصل 60 عام 62 عام ويلقى راسو خاوي. وبالتالي حنا كنضمنوا معهم، لانه المطالب ديالهم مشروعه ومعقوله. هذا هو السبب للتواجد ديالنا هنايا، وشكرا لكم. شكرا 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 شكرا. اخر كلمه باش نختم. اذا غادي نكتفيوا بهذا القدر هذا من هذا البث المباشر ديال هذا الوقفه الاحتجاجيه ديال عمال وزين الجلد، هذا المعمل الكاميرا، هذا المعمل العتيق يعني بمدينه المحمديه، واللي ما سبقش كنا كنشوفوا يعني احتجاجات ديال العمال الا في هذه الاونه الاخيره، هذه الوقفه الاحتجاجيه الثانيه. اذا كنتمناوا رب العمل انه يحل هذه الاشكاليه ديال هذا تقريبا 84 عامل، لان خاصه كنعيشوا في زمن كورونا. الى اللقاء.